غابت عننا فترة ورجعت تاني وكسرت الدنيا. في حلويات باسمها وبرفيوم وتقدروا تقولوا كده مدرسة. في الأول قالت العب ودلوقتي قالت ستوب. احنا دلوقتي معاها عشان نعرف هي ليه قالت ستوب، ومعانا النهاردة على ميلودي ماريا. ستوب ستوب تعالى بس ستوب قرب بس ستوب تعالى بس ستوب قرب حس. ماريا اهلا بيكي على ميلودي، وتعالي نبتدي الحلقة ونقول ليه الألبوم اتأخر أكتر من سنة ونص تقريبا. لأنه كنت أحضر الأغاني، سمعت 100 أغاني من 100 نقيت شي 10، وتعرف الوضع باللبنان كان في حرب، وكنت مغير إدارة الأعمال تبول القديم، وكنت مفسح الألبومي عشان هيك أخرت شوي. بس أنه في كتير من ستارز بينزلوا كل سنتين الألبوم، يعني أنا بالنسبة لي ما تأخرت، كانت منيح أنه سنة ونص، وكانت لصالحي كمان حتى أعرف أي صورة أنا بدي أرجع أنزل. بمناسبة الحرب، أنت كنت فين في الحرب؟ كنت فين ساعتها؟ كان في لبنان أول 12 يوم، بعدين هربت. كتير خفنا، كتير كتير كتير. خفتي على نفسك؟ أكيد، ما في حدا ما بيخاف على نفسه، خاصة كنت عم خاف على العالم اللي بحبه كمان، ماما وبابا. هربنا هربنا بالطريق من سوريا وقتها، وبتذكر وقت صواريخ ورانا مرتين، يعني كنت رايحة أنا، ما كان في ماريا. الحمد لله الله كان معنا، وكنت كتير هيك متضايقة بالحرب، ما كنت في نزل شي بالحرب لأنه تعرف العالم كانوا مش مبسوطين والوضع ما كانت منيحة. إيه سبب الانفصال بينك وبين مدير أعمالك السابق جاد صواري؟ ما في شيء اسباب خاصه يعني، بس خلاص ما في اتفاق، ما اتفقنا مع بعض، هو افكاره شيء وانا طموحي شيء، ويعني مني اول واحد، يعني مني اول واحد بترك مدير اعمالي، يعني بهوليوود في عالم بيجتمعوا، في عالم بيفترقوا، مني اول واحدة، ما في نصيب، بس نحن كثير بنحترم بعض وانا بتمنى له كل خير. لسه بتتكلموا؟ لسه في كونكشن ما بينكم؟ ايه بنسلم على بعض. نعم. طيب عايزين نعرف الشكل الجديد اللي انت حطاه او اللي انتوا حاطينه للالبوم، ازاي اختلف عن اللي فات؟ اكيد اذا بتسمع الالبوم الالعب والبوم ورجعت تاني، ما في انكر انه البوم العب نجح كتير وكسر الدنيا، يعني انا عرفت من وراء غنيت العب وتكذب عليها، بس انسان بيتقدم بهالالبوم. اذا تسمع غنيت ورجعت تاني والصوت وكل الاغاني في تغير بالصوت، لانه بلشت كنت عم بعمل فوكاليز، فوكاليز كتير غيرني لألي كأدائي كوقفتي، كيف بدي غني كيف بدي أعمل أداء، مغير كتير، يعني إنسان بيطلع درجة درجة. وسيدي ورجعت تاني أحلى من ألبوم ألعب، وأنا بتمنى سيديتي الثالث يكون أحلى من ألبوم الثاني. طيب تعالي نتكلم عن جاد شويري. أوكي. طبعا لو اتكلمنا عن جاد شويري هنتكلم كتير قوي. طيب ايه سر التعاون الدائم مع جاد شويري؟ تعرف شو؟ بصي يا حلو. جاد اول ما بلشت معه انا ما كنت عامله اغاني وكليبات، وقفت اول مره قدام مخرج هو جاد شويري، بدي غني وهو مخرج قدامي، ارتحت له، اوكي تعودت عليه، في انسجام بيناتنا، في قوه، يعني في قوه مع بعض، تعودت له وهو تعود لي كمان، وكليب الثاني والثالث ما في استغنى عنه. تعرف ليه؟ لانه تعودت عليه خلاص. يمكن هلا في صور مع مخرج كثير شاطر اهم واحد، بس يمكن ما ارتاح له، يمكن ما اطلع انا، تطلع مش ماريا، ماريا الثانيه تطلع، لانه ليه خاف يمكن قدامه او ما قادر اعطي اللي انا في جواتي، هيدا هي. بس تعالي نرجع ورا خطوه كده ونسال، ايه الفرق بين اداره اعمالك حاليا واداره اعمالك قبل كده مع جاد صواري؟
ايه الفرق اللي انت حاساه؟ ليه عم نحكي كتير بهالموضوع؟ لا احنا بس عايزين نعرف الفرق، يعني انت حاسه دلوقتي ان الموضوع احسن؟ بدي اقول لك شيء، كل شيء بيصير من ربنا، صح؟ صح. كل شيء بيصير عصالح الانسان، وانا ما بدي كتير شدد بهالموضوع، كل شيء صارت عصالحي. ايه رايك في نسخ ماريا؟ او الناس اللي بتقلدك؟ انت قلته بتمك. في ماريات كتار، بس ما بحس رح يصيروا محل ماريا الأصلية، يعني عرفت؟ أنا بقول لهم خليكم مثل ما أنتوا، ما تقلدوا، لأنه التقليد ما بينجح. الأصلي أصلي تبقى، بعدين عالم عندهم ماريا واحدة، ما بدهم 100 ماريا. بس بينه وبينك خليهم نسخات، تعرف ليه؟ منيح كرمالي. ده كويس بالنسبة لك؟ هيك بيرفعوني أكتر. خلي هيك أحسن. اختفيتي قبل نزول الألبوم بفترة؟ اختفيت صح، حتى كنت رح نزل ألبوم جديد وكليب، لازم اختفي شوي لعالم يشتاقوا لي وارجع بالقوة. ماريا، مش حاسة انك ابتديتي مثلا غلط؟ لا بالعكس، ليه غلط؟ لا يعني انت مش حاسة ان، يعني انت دلوقتي بتحاولي تغيري الايمج بتاعتك من الألبوم الأول للألبوم التاني، مش حاسه ان الالبوم الاول كان غلط ولا انت شايفه انه كان كويس؟ بس انا بدي اقول لك شغله، بدي اذكرك شيء. لا ما كان غلط اول شغله. ثاني شيء، انا بلشت كثير صح، كثير مزبوط، وهلا الدليل انه هلا بالساحه الفنيه عم بيتخانقوا مع بعض مين بدها تغني اولاد صغار، او مين بدها تلبس فستان الباربي تعمل حالها لوليتا والبوبي والباربي. انا وقت عملت سنه 2004 نزلت سي دي تلعب، ما كان في من هيدا ستيل، البنت صغيرة عم بتغني وهيك. وقت ما عملنا كانت جديد من هالنوع، عشان هيك عالم دغري انه نجحت، عالم يعرفوني وحبوني. بس هلا بالساحة الفنية كلهم صاروا هيك، سو بالعكس حلو تغير، حلو دايما انسان الناجح بيكون عنده دايما شيء جديد، شيء تغير، والحمد لله انه جد شويري عنده افكار حلو ومميز. حبينا نغير لانه عالم بيزهق يشوف نفس الشيء، عالم بيزهق، وصراحة زهقنا، نفس الشيء كله نفس الشيء. حبينا نميز ماريا، وكمان رجعت بلوك جديد، بلوك مميز بهالستيل الياباني نحن مش شايفين قبل. انت شفت قبل؟ لا انا ما شفتش قبل كده. لا بلاك هو لايق عليكي. ايه يمكن عشان لون البشرة كمان وبيأثر لون الشعر وهيك. ستوب. وغرام ما كانش الماضي ده مكاني، ورجعتي تاني لعيون وحشاني، وحغني كلام أسوأ وغرام ما كانش الماضي ده مكاني. جوايا أنا روح بتغني، إنسان مجروح تحفة. بس ما ينفعش ننزل بديد دلوقتي، عايزين أغنية أسخن من كده، فاهم قصدي؟ عندي فكرة تانية. شوف